السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هو وليد فيت ومعكم إن شاء الله في فيديو جديد. إن شاء الله في الفيديو حابين نتكلم على ثلاث أطعمة جدا رخيصة إن شاء الله تساعدنا على زيادة الوزن، لأنها مصادر طبيعية للكربوهيدرات غنية بالسعرات الحرارية والكربوهيدرات. اول وحده فيها اللي هي ارخص وحده ونظن في متناول الجميع هي البطاطا. يفضل انها تكون البطاطا الحلوه. البطاطا الحلوه يعرف لي كثير من الاشخاص ممكن يعرفوهاش. هذه هي البطاطا الحلوه. البطاطا الحلوه لماذا احسن من البطاطا العاديه؟ لانها فيها نسبه كربوهيدرات يعني اعلى، والجوده الكربوهيدرات اللي فيها احسن، وحتى سعرات الحراره تكون اعلى نوعا ما من البطاطا العاديه. ممكن نستعملها كالوجبة الأولى في الصباح، أول وجبة خلال اليوم نستعمل، في بعض المرات نستعمل واحدة حتى الاثنين، يعني اثنين كما هكا مع البيض. نستعمل 6 بياض بيض واثنين اثنين بيض كامل، ولا نستعمل 8 بياض بيض واثنين بيض كامل. هذا بالنسبة لي الوجبة الأولى بالنسبة لي، لكن ماشي في كل الحالات، يعني نغير بينها نوعا ما. لكن البطاطا الحلوة من احسن مصادر الكربوهيدرات وتساعدنا كثيرا كثيرا في زياده الدهون، خاصه بالنسبه للاشخاص النحيف. اذا ما كاينش البطاطا الحلوه ممكن انك تستعمل البطاطا العاديه. البطاطا العاديه ما تحتاجونيش ان نوريها لكم، لكن حتى البطاطا العاديه ممكن تستعملها. من اهم من احسن مصادر الكربوهيدرات، لكن ما لازمش تكون مقلي، لانه المقلي لا علاقه مع رياضه كمال الاجسام. مقلي في الزيت يعني جد غالي بسعرات حرارية، لكنها سعرات حرارية ذات مصدر يعني من دهون، ومن دهون ماهيش صحية وما تكونش في صالحنا، يعني في بالنسبة للاعب كمال الأجسام كل ما هو مقلي لازم يتجنبه، وعلى الأقل يقلل منه الأكبر صورة ممكنة. بالنسبة للبطاطا الحلوة ولا البطاطا العادية، أنا نقوم بغليها ولا نطيبها، يعني مش عارف كيف يقولوها العربية، في الميكرو أوند المايكروويف. نقوم بتغليفها بالورق، ورق الاكل، ونبلها ونحطها في الميكرو اوند لمده 6 دقائق ولا حتى 7 دقائق وتكون حاضره. هذه بالنسبه لي المصدر الاول. عندنا المصدر الثاني واللي هو يعني نعرف يكون غريب نوعا ما، لكن طعام الاطفال هنا يعني بليدينا. حاليا نعيش في فرنسا لهذا شركة فرنسية، لكن طعام الأطفال يعني هو عبارة عن بودرة طعام الأطفال، هي تقوم بخلطها بالحليب. علاه عجبني هذا، علاه نستعمل هذا المنتج؟ استعمله سببين. السبب الأول أنه جد غني بالكربوهيدرات، يعني في 100 جرام عندنا 81 جرام كربوهيدرات، منها 28 جرام من كربوهيدرات مصدر سكري. لهذا ما لازم تستعملوا، يعني تستعملوا فقط في الاوف سيزون، يعني كي تكون تقوم بعمليه التضخيم تستعمل هذا المنتج. وانا عجبني اكثر لانه جد غني بالفيتامينات، كونه مخصص للاطفال الصغار فهو جد غني بالبروتينات بالفيتامينات عفوا. حتى بالنسبه للبروتين، ما دام تكلمنا على البروتين، فيه 10 جرام بروتين في 100 جرام، ماهيش نسبه جد عاليه لكنها نسبه معتبره. كذلك في 100 جرام فيه حوالي 400 حريرة، 400 حريرة مع 10 جرامات بروتين و 81 جرام كربوهيدرات، وتضيف لها الحليب لأنه تقوم خلطه بالحليب. الحليب إلى ممكن إلى 200 غرام تستعمل معه حوالي كأس من الحليب، يعني 8 جرامات بروتين، تكون وجبة مليحة. ممكن نستعمله بعض المرات، نستعمله في الصباح ولا نستعمله في بعض المرات نستعملها في منتصف اليوم باش نزيده كوجبه. عندنا المنتج الثالث، المنتج الثالث اللي تكلمنا عليه ودرنا عليه فيديو على كيفيه تحضيره، اللي هو الشوفان. بالانجليزيه هو اوتس، ولا بالفرنسيه فلوكون دافوان. المهم هذا هو الشوفان. بالنسبه للكثير من الاشخاص يطلبوا شهوه الشوفان، يعني نحاول نقربه للاكبر ناس.
يعني مانيش عارف بينوها، لكن هذا هو الشوفان. الشوفان هذا هو يعني من مستخرجات القمح. ولماذا نستعمل الشوفان؟ شوفان لأنه من أحسن مصادر الكربوهيدرات، أغلب أبطال كمال الأجسام يستعملوا الشوفان. الشوفان إذا شفنا هنايا، في 100 جرام من الشوفان فيه 60 جرام كربوهيدرات، أقل من البليدينا من طعام الأطفال، لكن الأحسن من طعام الأطفال. لماذا؟ لأنه فيها فقط 1.1 جرام ذات مصدر سكري، يعني كربوهيدرات فعلا صافي. فيه 11 جرام بروتين كإضافة، وفيه 375 حريرة في 100 جرام. استعمله نقوم بخلطه مع البيض، مع بيض البيض كوجبة أولى، ولا حتى نستعمله هو خلال منتصف اليوم. المهم هذا العناصر الثلاثة ولا هذه الأغذية الثلاثة باش تكون مفيدة وتساعدك في زيادة الوزن، استعملها كوجبة الأولى، لأنك بعد القيام من النوم 8 ساعات ولا 10 ساعات ولا 6 ساعات والجسد تاعك بدون أي تغذية. لهذا ما تقدرش أنك بعد 8 ساعات ولا تقدم للجسد تاعك وجبة صغيرة، لازم الوجبة تاعو تكون كافية وتكون وجبة كبيرة اللي تخليه يعوض يعني رفي مدة طويلة بدون غذاء. لهذا يكون جد سريع في الامتصاص ويكون في حاجة إلى التغذية. لهذا قدم له البروتينات، وإذا كنت تحاول أنك تزيد في الوزن قدم له كمية كبيرة من الكربوهيدرات. هذا ثلاث مصادر إن شاء الله تكون رخيصة. عند البطاطا اللي متأكد بلي خاصة بالنسبة لي البطاطا، بالنسبة لي الشوفان طعام الأطفال ممكن أن تكون بعض الأشخاص يقول لك غالية نوعا ما رغم أنها رخيصة، لكن بالنسبة لي البطاطا مش ممكن أنك تلقى حاجة أرخص. ثلاث أطعمة إن شاء الله تكون كاينة إفادة في هذا الفيديو. إذا كان عندكم أي أسئلة ما تنساوش خليهم هنا في التعليقات، وإذا حبيت تواصلوا معنا ممكن على الفيسبوك فاير، صفحة فاير ميشك. أي أسئلة انتقادات أو مواضيع مقترحة للفيديوهات القادمة خليهم لنا في التعليقات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والله يدوم هناكم.